كامبيوني كامبيوني كامبيوني، خدنا بطوله يا رجاله. هتقول لي ايه الاوفر ده؟ ده كاس الملك. ايه كاس الملك ده؟ ده بطوله تعبانه. اقول لك انا كنت لاقي يا باشا، احنا اساسا داخلين الموسم ده واحنا على فاضي الكريم، مش حاطين في دماغنا ان احنا ناخد بطولات ولا اي حاجه. يا سلام بقى جات لنا بطوله وكاس ملك وعملنا ريمونتادا على اتشبيليه، والنهارده بنكسب بالباو 4 واداء ولا اجمل. سيبنا افرح بقى يا اخي، انت في ايه يا اخي؟ ما تخلى عندك دم شويه يعني، تبقى انت ورحيم ستيلينج عليا يا راجل. الحمد لله يا راجل ان هي عدت على خير. حتى سيناريو المباراه كده كان بيخوفك، اللي هو برشلونه ماسك الجيم، برشلونه عمال يضيع، برشلونه كل الشوط الاول عمالين نضيع، في حاجه غلط. سيناريو المباراه بدا يبقى مخيف، هنلبس مرتده دلوقتي هناك ويليامز يكلفت بيكيه اللي محدش عارف هو بيلعب ليه، بس عادي. المهم ان احنا مستقرين كمنظومه، ومفترض ان احنا 3 5 2 اللي بنلعب بيها النهارده جيده جيده جدا. حته ان احنا نلعب بخمسه في نص الملعب دي، هنا ديست هنا البا، موجود ثلاثي بيدري وفرانك ديونج وكمان بوسكيتس، عندك اتنين بيغطوا بوسكيتس بسرعاتهم وبقوتهم وبكرتهم الجميله زي بيدري وزي كمان فرانك ديونج. هتقول لي بيدري وقوته؟ هلا قوه بيدري ان هو بيطلع الكوره من تحت ضغط، قوه بيدري ان الراجل بصير كويس، قوه بيدري ان الراجل مستقبل كويس. اما فرانك ديونج، ففرانك ديونج النهارده نجم المباراه الاول مناصفه مع ليونيل ميسي. الموضوع بالنسبه لفرانك ديونج لما حطيته في مركزه النهارده واضح ان الولد بيتطور، ده مش بيتطور، ده واخد صرخه تطور. عملنا مباراه عظيمه جدا بصراحه، الحمد لله يا راجل، الحمد لله يا راجل. احنا كنا داخلين موسم بنقول ان احنا موسم سوداوي وموسم هنشوف فيه ايام منيله، دلوقتي طلع كسبان كاس ملك، بنافس على ليجا، الفرق ما بيني وبين اتلتيكو نقطتين. يا راجل ده احنا في علم ولا في علم يا راجل؟ ده احنا الموسم بالنسبه لنا كده لوزو لوزو فل الفل يا ابني، احنا كنا فين وبقينا فين؟ وما بالك ايه بقى يعني، احنا عمالين مستوى تصاعدي 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 تصاعدي، الفرقه بتطلع لقدام مش بترجع لورا، انت فاهم يا اسطى انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك ان احنا من شهر تقريبا ما كناش بنقدم اي حاجه، دلوقتي بنقدم كره جميله، دلوقتي بنقدم 3 5 2 و 3 4 3 جيده جدا، دلوقتي بدا يبقى لينا ملامح، ما بقاش كل اعتمادنا على ميسي بس هو اللي يفك لنا الدفاعات. النهارده برشلونه لو كان موفق وانطوان جريزمان كان عنده حته الشخصيه في الشوط الاول كان ممكن المباراه تتسهل والمباراه تخلص على خير 3 و4 الشوط الاول، انما انطوان جريزمان ميسي بيعمل له باص من وسط المساكين وانطوان جريزمان بيستلم وبيرجع له تاني، اللي هو يا ابني شوط يا ابني يا ابني فين الثقه يا ابني؟ وجوردي البا لسه تقريبا السوفت بتاعه اللي بقاله 15 سنه لسه تقريبا كده ما هنكش، اللي هو عرضيه ادور على ميسي، ميسي فين؟ العب له عرضيه، اللي هو حبيبي لغايه بقى ام السوفت الهكان ده يا بابا، لحد ما بنوصل للقطه اللي انطوان جريزمان بيطمنا فيها يقول لنا ما تقلقوش ما تخافوش يا جماعه، احنا النهارده مطمنين ان احنا هنكسب ونجيب الهدف الاول. بعد الهدف الاول الدنيا كانت سالكه جدا، تجيب الثاني والثالث والرابع واعمل اللي انت عايزه علشان خاطر انت النهارده ماسك كوره، انت النهارده مفيش خطوره لاتلتيكو بالباو. مارسيلينو بيحب ان هو يلعب معانا ماتشات النفس الطويل، يطلع الشوط الاول متعادل 0-0، الشوط الثاني برشلونه هيفتح من كل حته يديه مرتده. النهارده بقى ما كانش فيه مرتده الحمد لله، كان واضح ان احنا في سرعات كان بيضيفها من جويزا لبيكيه والقدرات اللي عند بيكيه والانجلين ان هم يخربوا بيت اجدع فرقه في العالم، النهارده الحمد لله كانوا متوازنين وكانوا واقفين على رجليهم. جوردي البا قدم اداء عظيم جدا والاسيستات بتاعته لميسي، وبالذات في الهدف الرابع ان الراجل بيقدر ان هو ما يقعش في التسلل ويلعبها عرضيه لورا لميسي. ياه، وبرده العرضيه اللي لعبها فرانك ديونج، فرانك ديونج اللي بيخش يجيبها. يا جماعه الحمد لله، يا جماعه الحمد لله، والله يا جماعه احنا في نعمه. تاني هقول لك، لو دخلت التاريخ وتقول لك ايه الفرحه الاوفر اللي انتوا فيها دي، انا داخل السنه دي ما عنديش طموح لاي حاجه، انا داخل السنه دي بقول اي موسم وخلاص ويعدي. الموسم بالنسبه لي بدا يكون مثالي وبدا يكون جيد. هتقول لي مثالي انت؟ انا طالع من دوري ابطال اوروبا من باريس سان جيرمان يا اسطى، احنا في عزنا وكنا بناخد دوري وكاس في اسبانيا، كنا بنطلع بفضايح من ليفربول وكنا بنطلع من روما، فجيت على السنه دي قدام باريس سان جيرمان هتقول لي يعني انت راضي على كومان؟ كومان اخر 15 ماتش انا راضي عليه ومستقاني، انما كومان بتاع اول الموسم لا مش عايز اشوفه تاني، انما كومان اللي هو بدا ياخد الروح اللي بدات تظهر بعد نجاح لابورتا الموضوع بدا يفرق. هتقول لي طب ايه علاقه لابورتا بكل اللي بيحصل ده؟ اقول لك لا، بقى في دلوقتي روح في غرف الملابس، ان بقى في حماس، ان السلطه رجعت تاني للمدير الفني، المدير الفني اللي هيقول عليه ان هو وحش وكحكه هيترمي وهياخد بالجزمه، انما زمن عهد سيطره اللعيبه على غرف الملابس ده راح مع لابورتو وانتهى، راح مع بارتيمو الله يحرقه الجاز وانتهى امره، ورجع دلوقتي السيطره للمدير الفني. يعني دلوقتي اي حد هيعمل اي حاجه كومان مش هيرضى عنها، كومان هيفلقه في ليله. فعرفت بقى ليه بقى في روح وحماس؟ علشان خاطر كل حاجه رجعت لوضعها الطبيعي، في مدير فني مسيطر على كل حاجه، اي حد يعمل اي حاجه مش عاجبه المدير الفني هيمشيه. علشان كده بدانا نشوف الحماس اللي كان ناقص بدا يرجع، وده ظهر الشوط الثاني في ان احنا سرعنا وطيره اللعب قدرنا نخلص المباراه. شفت الموضوع سهل ازاي يا عزيزي؟
بمناسبه الموضوع اللي سهل ده، مش تخسر حاجه انا لو عملت لك لايك هنا يعني. معلش اخوك فرحان بقى له فتره طول ما بيفرحش على برشلونه وهو بيكسب، واعمل سبسكرايب معلش، ولو ما عجبكش الفيديو انزل اشتم في الكومنتات وقول اللي انت عايزه يا صديقي.